الفنانة يسرى سافرت إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة. دخلت على أثرها إحدى المستشفيات الخاصة، إلا أنها قررت السفر للإطمئنان على صحتها، مما استوجب توقف التصوير عدة أيام في مسلسلها الرمضاني شربات لوز للمخرج خالد مرعي. بس المشكلة مش فيا، المشكلة في اللي ما تبوش، وانت بنفسك شفتي واحد منهم ازاي عايز يحرق شقة عمري ويعاقبني بطريقته. هو ده الراجل اللي احنا ضربناه؟ انا كان نفسي اقتله مش اضربه، بقى من اهم رجال الاعمال دلوقتي. عارفة هو النهاردة بيوريني يقدر يعمل ايه فيا. كل ده عشان علقة استهانك؟ عشان انسى ابني العمر كله. قولي المحكمة استهان يا بنتي. اروح المحكمة اقول ايه؟ محامين بتوعه يطلعوا لي كل الملفات القديمة، انا مش عايزة اكون سبب في جرحه ولا عاره.